يبري ولم يستخدمه الإنسان أبدا في أغراضه. حيوان المها بري يعيش في الصحارى، وهو يشبه الجمل من حيث أنه يستطيع العيش لفترات طويلة بدون ماء، حيث يحصل عليه من رطوبة النباتات. يتميز المها بحاستي سمع وإبصار قويتين، وكذلك حاسة الشم. تواجدت حيوانات المها سابقا في جميع هذه الصحارى، لكن وبسبب كثرة صيدها طمعا في قرونها وجلودها أصبحت معرضة للانقراض الآن. ظبي الدقدق أصغر حجما من